هل الذي يقول إن المرأة التي تخرج من بيتها متبرجة سافرة قد كفرت بمبدأ لا إله إلا الله، هل من يقول هذا القول يعد من أهل البدع؟ هذا قول فيه غلو وفيه خطأ كبير. نعم، التي تخرج من بيتها غير متسترة تعتبر قد ارتكبت ذنبا عظيما، ولكنها لم تكفر بمبدأ لا إله إلا الله، بل هي مسلمة، والمسلم إن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك لا يعد كافرا بلا إله إلا الله، إنما يعد كافرا بلا إله إلا الله من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، هذا هو الذي يعد قد كفر بمبدأ لا إله إلا الله. أما من ارتكب ذنبا دون الردة فإنه لا يعد كافرا بمبدأ لا إله إلا الله، بل يعتبر من أهل لا إله إلا الله، وإن كان مذنبا ومخطئا ومرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، فهذا لا يعد كافرا بمبدأ لا إله إلا الله. وأيضا كشف الوجه لا يصل إلى حد الكبيرة، وإنما هو محرم ولكنه لا يصل إلى حد الكبيرة. قد ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة كشف الوجه، ولكن الصحيح خلاف هذا، وأنه يجب ستر الوجه لأنه من أجمل ما في المرأة ومن أهم ما يدعو إلى النظر إليها، يجب عليها كشف ستر وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها، وإذا كشفته عندهم فقد خالفت المشروع وارتكبت معصية وهي آثمة، ولكن لا تعد كافرة بمبدأ لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.